مازال في ناس فيها من الصدق والموضوعية. الإعلام جزء من هذه المؤامرة، الإعلام يلعب دور سحارة إبليس، فلا تغتروا ولا تنخدعوا بمثل هؤلاء الأعداء، واعرفوا كيف تتعاملوا مع العدو واحدا تلو الآخر، ولا تجمعوا على أنفسكم أعداوة من لا يستحق العداوة ممن يخالفنا في المنهج، سواء كان هذه المخالفة في الوصول أو في الفروع، فنحن لا نريد أن نضيق أبناء واسعا، ويجب علينا أن نعرف أن نحدد أولوياتنا في التعامل. إخواني، هذا كلام مصح تقبلوه مني، وأنتم تعرفوني ونحن تعرفونني، ويعني لما نتحدث هذا الكلام ليس معنى أننا نتنازل على القناعات ونتنازل عن الثوابت والأصول. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المدينتين تفتح أولا، قسطنطينية أو رومية؟ فقال مدينة هرقل تفتح أولا، وهذا ما يصيب الغرب بالهلع والخوف، لأنه يعلم أن هذا آت لا محالة، لكنهم يحاولون أن يؤخرون هذا، ونحن نحاول أن نستعجل ولكن بالضوابط الشرعية. أما الاستعجال من بعض شبابنا الذي هو من التعثر، فهذا لا يقدم مصر بل يؤخره. ولهذا يا اخواني اذكركم واذكر نفسي بوجوب المشروع، ووجوب امركم شورى بينكم، ووجوب الرجوع الى مشايخكم. ولا تظنوا ان بعض المواقف تفضل من المشايخ، وهذا انا اتكلم باسم الشيخ الخطيب الذي يعتذر لكم عن الغياب اليوم بسبب الوعكه الصحيه، نسال الله ان يشفيه ويشفي جميع مشايخنا ويبلغكم السلام. نحن بيد واحده معكم، ولكن في بعض الاحيان نرى ان بعض الشباب يتفلت، وبعض الشباب لا يرجع الى المشايخ، بل يرجع الى المشايخ ثم يخالفهم، ثم نرى نتائج وخيمه على شبابنا وعلينا بصفه عامه. لو اننا نذكر امثله، لكن هذا من باب النصيحه ومن باب قوله صلى الله عليه وسلم، ما بال اخواني، اخواني اقبلوا هذه النصائح مني، اقدموا على طلب العلم، اقدموا على كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلم فقه الجهاد، تعلم فقه القضاء، هذا التاجر. يا اخواني الاشرطه في اليوتيوب واشرطه الفيسبوك، هذا لا يخرج ولا يعطي المجاهدين ولا حتى القاعدين، انما تزكيه النفوس تكون بالاقبال على كتاب الله تلاوه ودرايه وبتعلم سنه النبي صلى الله عليه وسلم وحفظها والعمل بها. السلف يحاول يفرض نمط مجتمعي جديد على المجتمع، ويقول زاد انه في رده الفعل على بعض ما يقع او على الايقافات التي تستهدف التيار السلفي تكون رده فعل تتجاوز هيكل الدوله من وزاره الداخليه من اناس مكلفين بالامن، فما هو ردكم على مثل هذه الفعل؟ بالنسبه لقضيه اننا نريد ان نفرض نمط مجتمعي، إذا كان هذا طبعا احنا هم الذين قد فرض عليهم نمط مجتمعي مخالف لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، نحن لا نريد أن نفرض شيئا، لكن نريد أن يرجع الناس إلى دينهم وإلى كتاب ربهم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مبتغانا ونسعى إليه بالدعوة والموعظة والحكمة بالحكمة والموعظة الحسنة. والحمد لله ما رأى أحد منا أن حملنا إنسان على فعلي على صلاة أو على حجاب أو على نقاب، إنما هي قناعات يدخل فيها الشباب بفضل الله سبحانه وتعالى وهم يتزايدون كل يوم، فهذه دعاوي خاطئة. أنا نسأل الله من هذه الدعاوي، ومن قال غير ذلك فعليه أن يعطينا أمثلة. فيما يتعلق برد الفعل، يعني لهنا عديد من الأهمال أن الصرف والأنصار الشريعة بصفة عامة يتجاوزون أن الأمهات المكلفون بالأمن والدولة ويتجاوزون هيك الدولة. نحن ندعو شبابنا إلى ضبط النفس، عدم الدخول في مصادمات مع أي طرف من أطراف هذه البلاد، لأن البلاد الآن في طور التكوين ولا تحتمل التصرفات الفردية، وكذلك لا تحتمل الظلم والتسلط الذي يراد أن يسلط على هذا الشباب، لأنه هذا الشباب يسعى حقيقة، هو لا يريد أن يفرض، لكن هو في حياته وفي نمط حياته يريد أن يكون
يعيش في كما يعني يعيش طبقا لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ليست هذه ليس مما يعاب عليه هذا الشباب بل ما مما يشكر عليه ويثنى عليه. قال الإمام علي رضي الله عنه أول ما صعد المنبر قال أيها الناس نحن بحاجة إلى رجل فعال لا قوام ما ننظر اليوم بالله عليه. هذا ما يسمى نداء تونس أو غيره. يعني الأصل في الشيء أن يحجر العمل السياسي عليه. هذا من أزلام النظام، هذا من أزلام النظام البائد وهم يأخذون السياسة. نحن نريد من هذا الحراك السياسي شيئا بسيط أن يحكم فينا ديمقراطيته. لا تحكيم شريعة ولا نريد شيء. لا 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 لا، نحن إذا أردنا شيء نتجه إلى الله عز وجل، ولكن نريد شيء بسيط. قلتم ديمقراطية، طيب أين الديمقراطية؟ نريد شيء بسيط. أسألك أنت، أنت تسألني سأسألك أنا. هذا الذي أفرج عنهم قبيل العيد قد أخذوا من الناس، أخذوا رهائن عندهم في بوزيان في سيدي بوزيد، وأنت تعلم هذه القصة. طيب هذه جريمة يعاقب عليها القانون أقل القليل 20 سنة سجن، أليس كذلك؟ طيب لماذا أفرج عنهم قبيل العيد والإخوة الذين لم يتم ثبات التهم عليهم لا يزالون يقبعون في السجون؟ بل أعطيك أكثر من هذا، في بير علي بن خليفة، حوادث بير علي خليفة مع صدقها وكذبها لا يهمني هذا، لماذا لم يحاكم الشباب إلى هذا اليوم؟ لماذا؟ 9 أشهر 10 أشهر هناك اثنان قطع اضراب جوع، احدهم شلة، وبعد يومين مات ابوه حزنا على ابنه. اين الديمقراطية؟ اين حقوق الانسان؟ سؤال بسيط وخناشد من هذا المنبر، واسأل الله ان توصل صوت هذه الوطنية. نسألك عن وطنيتك معنا، هذا هو السؤال. انت سمعت من هذا ومن هذا، لماذا لا تسمعون منا؟ لماذا انتم، أنت لا تصلي، لا تزكي، لا تؤمن بالله؟ لا يهمني في أمرك شيء، لا يعنيني، بل ما يعنيني أن أدعوك إلى الله. ربما أنت تكون سبب خير لي. الله قال اذهبا إلى من؟ إلى فرعون أقوى من الوطني، وقول له قولا لينا. شكرا، جزاكم الله. الرسالة الموجهة إلى الشباب، دعوناه إلى أن يتحلى بالصبر وأن لا يقع في الفخ. اثنين، الرسالة الموجهة للدعاة والأئمة والعلماء والخطباء، دعوناهم إلى أن يقولوا الحق ولا يدعون إلى الفتنة أو إلى التشويش أو التهريج أو غير ذلك. الرسالة الموجهة للحكومة، دعوناها أن تطلق سراح المساجين وأن لا يقع استثناء أو إقصاء أو تمييز بين كل ما هو من هو سياسي مسجون إلا من ثبتت عليه الإدانة، لا شك هذا أمر آخر. الرسالة كذلك الموجهة إلى الإعلاميين، في كثير من الإعلاميين مع الأسف ساهموا في أحداث فتنة في البلد، وأخص بالذكر قناة التونسية التي جعلت من الذي يرفع كفنا دعوة وتحريض إلى الإرهاب، وهذا أحسب أنه مخالف للصواب. فهذا التيار يقتل منه ناس بالرصاص الحي وفي الرأس وفي الظهر، ولكن من رفع كفنه وهذا يسجن، والقاتل ارمي في البحر. العديد من الإعلاميين يحاولوا يتوجهوا في صورة ما حدوث احتقان في منطقة ما لتغطية الخبر بكل موضوعية، وأثبت حتى يعني مقالاتهم أو عملهم أنه العمل هذاك موضوعي، في حين أنه يتلقى ورفض، والرفض هذا يا شيخ خميس يعني أنك ترفض أنه يجي الإعلام بشي صور بكل موضوعية، هو في حد ذاته أنك تخلي سبيل لوسائل إعلام أخرى أو لإعلام. هذا خطأ، هذا يعني خطأ. كنا نحاول رسالة من عند الشيخ خميس الميزي فيما يتعلق بهذا الموضوع. هذا خطأ لا شك. نحن دعوناكم، دعونا الجميع بدون استثناء، ولذلك قلنا لا المحدد في هذه المسائل المشايخ. أما سلوك الشباب ربما قد يكون سلوك فيه يعني تشنج، فلا يحسبوا على وراعوا ظروفه وافهموه. صوت شنو؟ غير تسليم.